مشاهدينا مساء الخير، مرحبا بكم في عدد جديد ما بيناتنا لايت، عدد جديد وضيوف جداد. اليوم ضيوفي مميزين، نعتقد انه ضيوفي راقين جدا، من الفنانين الكبار اللي نشرفوا كي نقولوا عندنا فنانين في الجزائر نقولهم. انا شخصيا كي واحد يقول لي شكون الفنانين تحبهم في الجزائر نقول هاد زوج اسامي من بيناتهم، يقول لي شكون الفنانين اللي تتشرف كي تتكلم عليهم نقول هاد زوج فنانين، شكون اللي عطاو صوره جيده عن الجزائر هما هاد زوج فنانين راهم حاضرين معنا بين كوكب من الفنانين. اول ضيفه عندي اليوم اللي نتشرف واللي كنت متمني نستضيفها في الموسم الاول ما كتبش المكتوب، لكن اليوم كتب مكتوب انه تجي تزورني في ما بيناتنا لايت، فنانه قديره جميلة مثلت الجزائر أحسن تمثيل في كل المحافل الدولية اللي راح تشاركت فيهم، كي نشوفوها نحبوها ونستمتعوا دائما بمتابعتها. في رمضان هذا شفناها في دور أعتقد باللي ما كانش اللي ما حسش فيها، ما كانش اللي ما حبهاش، ما كانش اللي ما تفاعلش معها. كي نقول لكم زوليخة كامل تتفكروا هذيك الأم الحزينة المحقورة اللي عندها بناتها وتخاف عليهم، لكن هي في الحقيقة وراح نشوفوا في القصرة باللي هذه السيدة أكبر بكثير من مجرد دور في ولاد الحلال، لأنه الأدوار اللي أداتهم في مسارها المهني فعلا تستحق كما يقول لك نرفعوا لها القبعة، نسحق تصفيقة كبيرة وتحية خاصة جدا جدا للسيدة للديفا ملكة بالباي. وضيفي الثاني اللي جانب هذه السيدة العظيمة اللي كامل نحبها هو أيضا فنان كبير، كنت استضفته في الموسم الأول من بيناتنا ويحصل لي الشرف ونتشرفوا كامل نستضيفه في الموسم الثاني، لأنه فعلا قيمة فنية كبيرة. وكي نحكيو على الممثلين الجزائريين واللي عندهم هيبة واللي عندهم حضور واللي كي تشوفهم تحسوا باللي تقول هذا ممثل عليه الكلام، نسحق تحية كبيرة 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 لمصطفى العريبي. مرحبا بكم من جديد، زيدوا لهم تصفيقه نو. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا، نرحب مره واحده اخرى بضيوفي اللي اليوم راني سعيد وفخور باستضافتكم، لانه كي نحكيو على اولاد الحلال نتوما مره كائس تاع اولاد الحلال، وبيكم اللي العمل دا هذيك الرزانه هذيك في عند المشاهدين وفي الشاشه. مرحبا بكم من جديد، مرحبا بك مدام ملكة بالباي، اول زياره لك لعندنا البلاطو. السيد القادر المحترم مصطفى العريبي، مرحبا بك. ولا خالد؟ لا مصطفى، انا اللي حاسب لي شوف بعد المجد دوكا جايه خالد. مرحبا. بدات شويه بدات شويه. وي مرحبا بكم، مرحبا بالجمهور العزيز، صفقوا على روحكم. اوموا صح مصطفى، انت جيت معايا المره اللي فاتت درنا لك شكون انا. صح هاد المره راكم زوج على روش نديرو كيما درنا مع الجماعه اللي قبلكم، نشوفوا شكون احنا. صح حاب تشوف شكون احنا؟ نشوفوا. وي يلا عطيونا نشوفوا شكون احنا العريبي وبالباي. شكون احنا؟ راسي ضرني مش باغي نهضر، غادي نطلع نرقد، عندي يومين ما نمتش وحزت نبضي. روح برك روح يا اخي فنيان، المهم على بالي تلفت لكم شويه وراكم تقولوا باللي انا واش دخلني في خالد، بصح انا هي مرته الحقانيه. وي انا هي مالكه، واذا ما امنتونيش هاي ديك لاكارت ناسيونال. الله غالب، ايمان دادهولي وخربطاتو بالعقاقر، بصح الحمد لله ربي هناني منه، الكرام تاعنا ما عندوش. فهمتي بغيتي تروحي هالباب. المهم انا مرة بمية راجل وتاكل على روحي ومعروفة بالكارانتيكا تاعي. كارانتيكا حامي، وراني حابة نستثمر فيها ونولي نصدرها للخارج. وفي هادي غير خالد اللي يقدر يعاوني. خالد ها نقعد نهضر معاك. مالكي الله غالب سحقيتك. واش تحوسي؟ واش تقول لو كان نروح لهوليوود ونحل فيها كاكوتي ونبيع الكارانتيكا في الخارج؟ في الخارج محتاجين المخالة نتاعك وانت توصل من الروينة هذه. خليك على غير هاد الهضرة هذا. علاه ديري لي هكا علاه؟ واش بيك واش درت لك؟ مش عارف كيف عندك تكنيك تخصص غير النهار تاع الواحد منين تجي بها ما نشفها. مانيش عارف. اسمح لي ماشي قصدي. قصدك ولا ماشي قصدك عارف اش تخرجي من فمك الخطره الجايه الله يرحم والديك. هيا صحه ما تنساش توجد روحك، راهو عرضنا هشام بوقفه ما بيناتنا. ما نروحش. نروح نرقد. حرزت نوبزين.
ما تخافش ما كاش يوسف الدم. هي كي عادت هكا وجدي لي حوايجي. بصح انت علاش عرضك يا اخي؟ عرضك العام اللي فات. قال روح حبي يخدم معايا. كاش خدمه معاك سي خالد؟ شوف الصحافه ما فيهاش الخبزه، دراهم ما كاش، خلاص ما كاش، الازمه راهي كبيره، كاش ما نجو نخدموا معاكم؟ كاين كاين كاينه في بلي قالوا حاب يخدم معاك. كامل انا شكون اللي حاب يخدم مع سي خالد؟ كاع حابين يخدم. انا حاب نخدم مع روحي. واش رايك مدى؟ مليحه والله، غير عجبتك مليحه وي التوليفه؟ تري بيان. شكون حنا خير ولا شكون انا خير ترى؟ لا شكون حنا خير. شكون حنا خير؟ مرحبا بكم. طيب ماذا مالك، نبدا معك جائزه احسن دور نسوي في مهرجان وجده للفيلم المغاربي، طبعا ثامنه عن الفيلم الروائي عرفان. يعني اول حاجه في المقدمه تاعك كنت قلت بلي انت من الفنانات اللي دائما تشرفينا في المحافل الدوليه، وانت تروحي تعطي صوره طيبه عن الفنانه الجزائريه الرزينه البوزي اللي تعرف فاش تنقل الصوره تاع بلادها. واش تمثل لك هذه الجائزه عرفان؟ هي عرفان في حد ذاته. الفيلم هذا واش تقدري تقولين عليه؟ واش كان الدور تاعك فيه؟ واش فيلم طويل يحكي قصة مجاهدة ماشي معروفة في مدينة تيارت، حبة هي تاني تحكي. الفيلم يبدأ بفكرة صغيرة يعني، وفيه مقارنة بين جيلين، جيل هذه المجاهدة لما كانت عندها 20 سنة وجيل تاع درك في الوقت الحالي، يعني كان مقارنة مباشرة بيناتهم. يعني كيفاش كان يفكر الشاب في الخمسينات وكيفاش هو يفكر. طيب بالبركة عليك الجائزة، ونتمنى لك جوائز أكبر إن شاء الله. كي نحكيو على أولاد الحلال، أولاد الحلال نشوفوا باللي الضجة الكبيرة اللي دارها، خلينا نشوفوا حتى فنانين كبار كيما أنتوما الناس، وكانوا تحس باللي راهم يعاودوا يكتشفوا هاد النجوم. تشوفي باللي المرور تاعك في ولاد حلال، حسيتي باللي الفيدباك كيما فيدباك تاع اي عمل قمتي به ولا لا؟ كان مختلف وكان اكبر. نفسه نحب نوضح نقطة. القفزات ولا الاعمال هذه لما تكون مليحة، يعني تجربة جربناها شخصيات فاتت من قبل وعملت ضجة، والمشاهد كان متفكر الشخصيات. ومثلا صابرة في وقته كان عمل تاني ضجة، رغم أنه كان بسيط يعني، وكان عمل تلفزيوني ما فيش إمكانيات كبيرة، ما كانش موعد مع القدر تاني في وقته عمل ضجة كبيرة. ذكرى الأخيرة من بينهم أعمال أخرى. دونك كما قال يوسف سحيري مرة كنا في حصة، قال الاستمرارية هي الأهم. يعني أولاد الحلال دار ضجة ونجاح، إن شاء الله احنا نتمنوا تكون كاينة استمرارية في الـ في الـ في الأعمال. لكن في رأيك شنو السر هذا الضجة وشنو هي؟ علاش ولاد الحلال أكثر من أعمال واحدة أخرى عرضت في نفس الوقت ولا في سنوات مضت؟ نشوفوا الضجة اللي دار أولاد الحلال بالنسبة للمشاهدين كانت أكبر بكثير من مما سبق، علاش؟ هل لأنه العمل هو مميز بحد ذاته، أو لأنه ربما بما أنه كان لامس الحياة هذيك البسيطة تاع المواطن البسيط واللي خلى الناس تعيش وتتأثر بها أكثر؟ والله نفضل نشوف نسمع رأي الجمهور، لانه احنا اي عمل ننطرقوا له بنفس الطريقه، بنفس النظره يعني، ايه بنفس الروح المسؤوليه، بنفس دونك النجاح. اكيد اول حاجه كان السيناريو، نهض على ولاد الحلال ماشي هذا، لا يعني انه اعمال اخرى نقول ما نجحتش. اكيد لا، نحكي على ولاد الحلال. السيناريو كان جميل، كان مليح، ونظن هذا الشيء اللي خلانا نقبلوا نكونوا في العمل. ومن بعد كاين كاستين، كاين يعني تقولي بلي كاين تكامل بين كاين امكانيات. كاين امكانيات نظن مقارنه مع اعمال اخرى انا كنت فيها، شفت بلي هذا العمل كان فيه امكانيات موفره تقنيه، ظروف يعني جيده للعمل. مصطفى انت واش رايك؟ توافق الراي؟ بس نوافق الراي، نظن بلي كاع الظروف كانت ملائمه. هادير تو لي زانغريديون ايتي لا، من السيناريو، من كاستينغ، هادير من اخراج، من امكانيات ماديه وبشريه. دونك كل الظروف تو لي زانغريديون كانوا مهيئين باش يكون عمل محترم.
نجاح نسبي يعني. يعني نقدر نقول بلي اليوم مش مشكل، ما عندناش في الجزائر مشكل ممثلين، ما عندناش مشكل تقنيين، ما عندناش مشكل الناس اللي يعرفوا يخدموا، لكن عندنا مشكل انه هذه الامكانيات يجي المنتج اللي يجمع هذه الامكانيات في عمل واحد. اكزاكتومون، هذا الاشكال الكبير والاشكال اللي صعيب تحلو هو الجهه المنتجه. صح، في ولاد الحلال كان انتاج اونغاجي، كان انتاج مامن بالعمل، رغم انه وماهوش حرام انه يكون عنده اهداف استثماريه وطبيعه تجاريه طبيعي، وهذا هو المطلوب. يعني المطلوب من المنتج هو انه يخمم بطريقه تجاريه، ما يمشي بطريقه فنيه طبيعي. الفولي ارتستيك للجانب الفني عنده اهله، اما الجانب الانتاجي لازم يكون عنده اهله. طول حياتنا احنا نهضروا على الانتاج، وفي رايي الحق الوقت باش نديروا كاستينغ للانتاج جوستومون، كاستينغ بين قوسين. يعني اذا كان المنتج مامن بالعمل وداير كل الامكانيات في راسه، ماشي كيما البعض اللي تاكل على درهم الدوله ومن بعد ما يخلصش لا تقنيين لا كاتب سيناريو لا ممثل لا ما يخلص حتى واحد، وي سوبر مي يقعد في صالون هكا ويدير هكا، تقول له واش العمل با صافا مليح الور، هو ماشي دراهم الدوله داهم كلاهم وكلا حق الناس. المنتج كان يتدخل بصراحه في التفاصيل تاع خدمتكم في ولاد الحلال؟ ابدا نو. المنتج دار خدمته كمنتج، جاب لي موايان هما اي تكنيك امام لوجيستيك من اقامه وما بيت الى غير ذلك، وما عمره ما دخل روحه في العمل الفني. ولا مراجع البلاطو ما كناش نشوفوه، ولا مراجع البلاطو انا يجي كيكون كاين مشكل تقني ولا يعني بصح في العمل الفني نو. وهذا شرط من الشروط اعتقد نجاح العمل، كل واحد يشاد خدمته، كل واحد يشاد قدره. هذا النموذج ماهوش الشرط، هذا هو النموذج. صح، سي لو ستوندار دان برودكتور. صح، متر لو باكي متر لارجون. النقطه اللي تكلمت عليها مصطفى انه بالك اول منتج نتعاملوا معاه يدير عمل ولا دير اعمال بدراهمه. صح، يعني ما يستناش سبونسور ولا اعانه الدوله ولا حتى السبونسور، ما استناهمش. خدم هو وما استنى ولا كان عنده طموح انه يكون كاين دي سبونسور اللي يعوضوا، والحمد لله العمل يعني رغم انه ما كانش عنده تمويل ما كافي، دي سبونسور ما مشاوش معاه بيان كوميت كيما كان. ايوا وراي لا كاميرا هاي ليك نحييوك ويلكم عماد هنودا. وخلاص بصح ما تحسبش زعما رانا نشغل نشيتوا له لا كان شهاده حق. احنا نقولوا للمحسن، وحنا نعرفوك مصطفى انت من الناس اللي تقول المحسن احسنت والمسيء اسأت. بالعكس، كي انسان يقدم خدمه مليحه احنا نشكره، بدليل اليوم احنا في ما بيناتنا لايت راه تقريبا موسم هذا الصيفي مخصص لولاد الحلال، لانه احنا اعتقد واجبنا كاعلاميين نمدوا المشاهد الشيء اللي راه حاب يشوفه. اليوم كاين عمل ناجح، اليوم الناس عندهم تعطش باش يشوفوا ملكه بالباي، يشوفوا مصطفى العليبي، يشوفوا سحيري، يشوفوا جريو. الو احنا اليوم واجبنا نقدروا هذا العمل باش بالك ناس واحد اخرين يغيروا ويحاولوا يقتديوا بهذه التجربه. طيب ملكة، كي نحكيوا على الكاستينغ، قلنا من علامات نجاح العمل هذا انه كان كاين كاستينغ جيد. انت كان دور مكتوب ليك ولا تم الاتصال بيك وخيرتي انت هذاك الدور، ولا لا اتصلوا بك من اجل هذاك الدور؟ لا ما اتصلوش بيا من اجل هذا الدور، كانوا اقترحوا عليا دورين وما كنتش مرتاحه فيهم. شنو هما الادوار؟ ماشي مرتاحه، ما لقيتيش روحك فيهم؟ ماشي ما لقيت، ما كنت حابه احسن بلاك، كنت حابه شيء جديد نقدمه. ما تنساش بلي انا غبت 4 سنين صح بريسك، دونك حبيت حاجه جديده، دونك جيزيتي، كنت ماشي 100% راح نكون معاهم. واش الادوار اللي عرضوهم عليك؟ لازم نقول معليش معليش باش نعرفوا برك، باش من بعد المشاهد يشوف اسكو بان في هذاك الدور خير ولا كان اختيارك صحيح. او ديبي قالوا لي مليكة، ومن بعد سلمى. سلمى اللي هي زوجة خالد، مليكة مرت خالد وسلمى مرت علي. داكو انت خيرتي زوجتك اختو ولا اختو ولا مرتو؟ فوالا ما كانتش تهضر معايا على بوك، ما حبتش كاع رغم لا خدمتوا بزاف كيف كيف، خدمنا بزاف كيف كيف، خدمتوا بزاف اعمال. وهذا ثاني سبب خلاني نبعد شويه على خالد على على مصطفى، باسكو بزاف اعمال كل خطره نكونوا قراب لبعضنا، دونك قلت نو حبيت حاجه جديده. خيرتي زليخة، خيرت هذه السيده. ما كانش عندك خوف من انه لو كان نحكي لو كان نشوفوا في السيناريو كيفاش كان مكتوب، المساحه اللي كانت معطيه لزليخه اعتقد اصغر من المساحه اللي كانت معطيه لسليمه ولا الملكه، صح ولا لا؟
وي كان تحدي ليهم كامل. قلت لهم وقفت وقلت لهم اعطوني وراكم تقولوا بلي صغير اعطوني وانا اللي راح نرجعو كبير. ما كانش دور صغير ودور كبير، كاين ممثل وكاين شبه، انا نامن بها. صح هذا الشيء كنا نشوفه انه كاين في الدور تاعك من ذاك نشوفه مشاهد وين انت ما تهدريش اصلا، بصح كنا نشوفه في نظره اكبر، كنا نعيشوا المشهد هذاك وكنا نحسوا به. هذا مش حاجه سهله بزاف بالنسبه للممثل. وي لازم يكون قوي، لازم يكون على باله شنو يدير باش يوصل الاحساس، يوصل واش حاب يقول بلا ما يتكلم. نو جميل جدا، انا عجبني بزاف دور زليخة واستمتعت فيه بزاف بالبيئه اللي كانت عايشه فيها في برا بهذيك الكارانتيكا حامي. قولي لنا قولي لنا قولي لنا شوفوها. ها ها قولوا لي وقالوا لي مقبله. لا نحب نسمعها من عندك انت يا كارانتيكا حامي. لا لا مش هكذا، برنا برنا نو برنا حامي. الله هكذا هكذا مروحي مروحي هكذا ايماجيني هاكي مروحي. كانت صح. هيا جيب لنا وحده كارانتيكا حامي. ما تقراش ما تقراش ما تقراش هذيك بيناتنا ماشي تاع الحكومه تاع مصطفى. خبي خبي استر استر ما تبيعيش. كارانتيكا حامي كارانتيكا حامي هذه ليكم. صح انت الدور انت يعني كانوا عندك عده ادوار خيرتيهم، لكن مصطفى على حساب واش قال لنا جوليو كي جاز معنا قال لي باللي مصطفى كتبنا له الدور اللي هو. هل كنت حسيت باللي هذاك فعلا يعني مكتوب لك انت؟ حسيت روحك باللي مرتاح في هذاك الدور؟ يعني بكل صراحه يعني بدون لغه خشب. اول مره نسمع باللي الدور مكتوب لي. كنتش على بالي بلي مكتوب ليا، وهذا شيء شرفني انه الدور ينكتب ليا، حاجه فرحتني. وكما كاع الادوار نحاولوا نديروهم باحترافيه، نحاولوا نلبسوهم نامنوا بهم باش الجمهور يامننا، نامنوا بروحنا قبل. ونظن بلي هذه الخطره قصناها شويه دونك قصتوها بزاف. قصوها بزاف صح ولا لا؟ لا يعني صف كلهم صف كلهم. نظن وكما قال الاخر هذا البيعبا نتاع واش كاين؟ بيبليك مركزين معاك. دونك خافتك هذيك خافت تحط في باست ماليكا. شفت راك تهضر وراه داير هكذا مكوفريه في وجهها. ما تخافيش بنتي ما تخافيش ما كان الباب راهي بعيده باش يقول لك هالباب غير ما دونك قلت لك هذا البي ا بان تاع واش لازم نمدوا للجمهور. صح. وإلا كان نجاح نجاح ماشي تاع واحد ولا اثنين ولا نجاح تاع فريق كامل. انتاج اخراج اداء سيناريو فريق تقني اللي ما نساوش التقنيين اللي هذه الخطره من الخطرات القلال وين التقنيين صح تحس بلا سوفرانس تاعهم. تخيل انت 4 شهور 18 بار جور. صح. وحنا لي كوميديان نخدموا نهار نروحوا نريحوا نهار نخدموا تروبوزي. صح. مي هو 18 بار جور بوندون 4 موا كي تشوفوا ما تسمعش حسوا في البلاطو. صح. لا ديسيبلين. صح. تقول كيفاش راهو شاد داير كيفاش راهو شاد. دونك نجاح هذا ما راحش ما جاش صدفه. الناس امنت بالمشروع امنت بالعمل هذاك وامننا سورتو بالمتلقي. كل فريق العمل كنا نخدمه ونخمو في المتلقي. توقعتوا تكون النتيجه هكذا؟ لا كنا حابين كنا متمنين حابين نمدوا حاجه مليحه. ايه طبعا. ما توقعتوش تكون النتيجه هكذا صراحه؟ لا صراحه انا ما توقعتش شخصيا. نو مليكه باد لومبلور. نو توقعتي تكون نتيجة هكذا بهذا القوة بهذا التعلق الكبير تاع المشاهدين بهذا نسب المشاهدة شبه خيالية؟ شوف نتكلم على روحي أول ما دخلت للديكور أنا كمشاهدة كجزائرية قلت راح يعمل ضجة. الحي هذاك عرفوا يستغلوه. نحيي المخرج نصر الدين. نصر الدين سيدي تحية كبيرة نصر الدين. قال
الكلمه قال هذا استوديو على الهواء الطلق. على الهواء الطلق قال احنا في تونس عجبوا بزاف الحي. انا من الحي حبيت. وانت ثاني حبيتي الحي؟ طبعا انا نقدر نقول لكم باللي ملي كوليس التليفون لهنا مالكه بالبيت تحكي على الدرب وعلى حي الدرب وان شاء الله نديروا مشروع تما في حي الدرب كيما راكي حابه ان شاء الله. ناس تحيه كبيره صح. تحيه كبيره. ما لقيتوش تما جوستومون ما لقيتوش صعوبه تما في حي شعبي كذا؟ ما لقيتوش مشاكل مع أبداً. اهل المنطقه اهل الحي ابدا. بالعكس بالعكس. كيفاش بالعكس؟ بالعكس بالعكس يعني سي ديزيدي روسو الناس ناس علاش يقول لك العشره فتاشه صدير سوء الظن باش حرموا رب العالمين ماشي اصلا ما يحرموش مي بون باش الظن بعض الظن اثم صدير باش الظن ماشي لازم تدير عليه بزاف خاطر الناس تقول لك هادو ما ناس بساطة واعرين وتاع مشاكل تاع مشاكل تدخل الداخل يتعداو عليك بالعكس هذيك الصورة النمطية تاع تدخل الحياة هذاك تلقى الزطلة تلقى المخدرات تلقى المشاكل المواس كذا حاجة واحدة أخرى أنا بجيني من قمت جا على بالك ما كاش منها ما تكونش قمت جا واحدة أخرى شنو نبدلو لك عطو ليكيب تاع ليكيب ناسيونال جوستومون أونتر بارونتاز يعني اليوم راكي بليكيب ناسيونال الخضرة معك الخضرة مع الخضرة وي مع الخضرة دائما وتحية الجزائر وابدا وتحية الجزائر ما كان بالخطرة الجاية نجيبوا لك ان شاء الله دونك كنت نقول لك احياء محروقة كما نقولوا احنا مي كي تدخل داخل كي دخلنا لداخل تشوف واحد التواضع واحد البساطة واحد المعاملة واحد الرجلة رجلة بأتم معنى كلمة ماشي معناتها رجلة تاع راجل صدير نساء ورجال فحولة 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 في رمضان ما كانش اللي خلانا في رمضان خدمنا في رمضان عمرنا ما فطرنا في الأوتيل صدير كانوا يحبسونا في طريقي بركي وانا بكرار صار واحد والله غير تشوف تفطر ما حاجه ما كرم كبير كرم كبير كرم كبير وشجاعه كبيره ولطف كبير تحيه كبيره كبيره للناس وهران والناس الدرب طيب مصطفى يقول لك الادوار الدور اللي درته يعني تقريبا ولفنا نشوفوك فيه وبوان وين بدات ترتبط صورتك بهذاك الشخص القوي القبيح اللي عنده كاركتر تاعو واعر دي ترتبط شويه بهذا الدور لا لا بكل تواضع لا 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 كانت عندك تجربه مقبل تاع لالا زينب العام اللي فات درت دور تاع مع ملكه جوستومون في لالا زينب كان دور مميز ومختلف تماما حسين مصاب يعني بالتوحد ماهوش ما نسموه توحد هو في مخه عنده 12 سنه وما يتكلمش ويحب يحب يرعى بالنعجات تاعو كان دور دوماج جاز مرور الكرام يعني علاش؟ ما مش عارف نقدرش نفسرها لك بون كاين جهه منتجه اللي قناه منتجه اللي تخلات على العهود تاعها هي اللي وضعتنا في ظروف حرجه بزاف اثرت على كل شيء من بعد على كل شيء في نص العمل انسحبت هو العمل بث في 2015 اذا ما لا 16 2016 واش ملكه وضحي لنا علاش يعني تشوفي بلي العمل كان انت شكرتيه وقلتي بلي كان ممتاز يعني من حيث لكن علاش ما داش جزائري 100% وعلاش ما داش تقنيا ما شاء الله قلت لك كملنا العمل تورناج في قبل رمضان 2016 كان واجد يبرك المونتاج و بعد حبس يا ملكة ما كملناش تورناج سي 10 اسابيع كنا كملنا بصح ما كملناش العمل ما كملناش السيناريو ما كملش لا كمل كنا كملنا باش يروح له المونتاج ويجوز في رمضان كانوا مام داروا اعلان بلي في رمضان 2016 يجوز ومن بعد في القناه كان المدير كان راح وكان لازم يجي مدير جديد دونك العمل هذاك تحط على جانب وسينا حتى 2018 باش عاود داتو الشروق لكن مع ذلك ما داش الصدى اللازم ما داش الترويج بالك كان الكاستين من اروع انا ليا انا بالنسبه ليا كانوا فيه كامل الممثلين اسماء كبيره جزائريه القصه رائعه كان مستوحات من
قصة عدو الشعب لإبسن، مكان تصوير رائع، حمام الوان، طبيعة جميلة. أول مرة بالك يكون عمل في جهة من الجزائر، ونزيدونا الناس كانوا يسقسوا وين عملتوا التصوير، وين هذا في الجزائر. يعني انت مالك مع الفكره انه ماشي لازم يكون عمل فيه مخرج اجنبي ولا فريق تقني اجنبي باش يكون جيد؟ انت تعتقدي ولا مؤمنه باللي ممكن يكون عمل جزائري 100% من الجانب التقني ويكون جيد؟ يكون لانه الناس بداوا يتوقعوا ولا بداوا يروجوا لفكره انه لازم العمل يكون فيه، خلينا نقولها بصراحه، مخرج تونسي ومسؤولين تقنيين تونسيين باش يخرج جيد. هذا انطلاقا من التجربه اللي عشناها في العامين ثلاث سنين الاخيره. هل انت مع هذه الفكره ولا لا؟ انا مانيش ضد ان يكون مخرج تونسي وتقنيين تونسيين، مانيش ضد، لكن توزيع الثروات ولا كي يكون عمل جزائري 100% وكي يكون عمل اخر، يعني نشوفوا بلي العمل هذاك ما كانش فيه امكانيات ماديه ولا اللي تخليه ومالغري. فهمتك، فهمتني، يعني هذا التساوي ما كاش. نرجعوا يعني للإنتاج، قصدك يعني العمل اللي كيكون مشترك جزائري تونسي ولا تونسي يكون عنده تمويل مالي كبير ومعتبر، لكن كيكون جزائري 100% يفتقر لهذا التمويل. واش قال مصطفى او ديبي؟ قال لك المنتج هذا اللي يستنى دراهم الدولة ولا هذه القناه تتمد، اشكال في الانتاج، ما كاش مشكل يعني في الاخراج لا في exactement. ما كاش ديفيرونس بين مخرج تونسي وجزائري ولا تقني تونسي وجزائري. لا ديسپونيبيليتي، الا كان قاعد، الا كان فارغ، الا ما كانش خدام تجيبه مرحبا، الا كان خدام لا غال. المشكل ولا ديفيرونس، الفاصل هو في الانتاج. ما بالك هذا الضربه تاع ولاد الحلال تفيقنا بلي المشكل يا ناس في الانتاج، ما راهوش في القدرات التقنيه ولا الفنيه. مشكل تيمي الباكي عندك، واش كاين، واش لازم عندك نتيجه كوم مويا حتميه. هذه ما سي اون سيونس اكزاكت، جالي دير هو علم دقيق للدراما ولا السينما، راح خليني نقول علم دقيق. حط الامكانيات تكون نتيجه. يعني حاب تقول مصطفى بصراحه، نحكي لو كان ولاد الحلال، لو كان بنفس البيجي اللي تحط فيه، لو كان يتحط وما يكونش فيه المخرج تونسي، كان راح يكون بنفس الشكل. ممكن. شكون المخرج الجزائري اللي تشوف باللي عنده القدره يخرج عمل بهذه الكفاءه؟ كاين يا هشام، كاين. اعطيني نماذج. كاين، واش نقول لك، كاين نازم قايدي، كاين جعفر قاسم، كاين سليم حمدي اللي عملنا مع لالا زينب. لالا زينب، كاين كريم خديم. كاين اسماء، كاين اسماء ما نعرفهاش، ما نعرفش كاع القدرات اللي كاين في الجزائر. انا ممثل برك، مانيش حاجه يعني اللي نقدر نتحكم في مجال سمعي بصري ولا ما عنديش لا بريتونسيون. هذه كاين اسماء كثيره، وكاين اللي ما نعرفهمش، وكاين اللي ما خدموش. دونك الفارق ما جاتهمش الفرصه اصلا. بيان سور الفارق ما راهوش في القدرات البشريه. نعاود نكرر، المشكل انتاج ودراهم في القدرات الامكانيه الماديه. احنا نتمناو اليوم يكون عندنا منتجين. هذا نداء نوجهه، لانه اليوم لازم شركه ويلكام هي شركه انتاج جزائريه، لكن المنتج المنفذ هو اللي كان تونسي، هو بطبيعه علاقته مع التقنيين التوانسه، جاب تقنيين توانسه، وكل الاحترام والتقدير لهم اكيد، لكن احنا نتمناو نشوفوا منتجين جزائريين يجيبوا تقنيين جزائريين ونحطوا نفس الباكي ونفس البيجي، ونشوفوا انه الاعمال تقدر تخرج مليحه، لانه اكيد كاين كفاءه تقنيه وفنيه. ماهوش طيب. ماهوش اشكال يا هشام، ماهوش اشكال. ما نغزمش، هذه غلطه كبيره رايحين نطيحوا فيها. ما نغزمش شنو تبزبيز بركه، ما تبزبز بركه، بزبز بركه، ما تبزبز. اسمح لي الارتيست، الغلطه رايحين نطيحوا فيها هو انه نغلقوا على نفوسنا. ما نجيبوش لا خطا، صح لازم يكون تبادل خبرات. خطا كبير. لو تشالنج والتحدي وين راه؟ التحدي هو انه نوصلوا ملكه بالبيت تلعب في الامريكان. صح، هذا هو التحدي. صح، سي سا كي فاريفي. اي فاريفي لهنا، باش توصل، باش تصدر، لازم تستورد حبيبي. صح، لازم نتفتحوا على الخارج. صح، تكون عندنا تجربه، تكون عندنا طريقه عمل جديده. ما نغلقوش غير على نفوسنا كما درنا في مجالات كثيره. صح، وين غلقنا على نفوسنا دخلنا في الحيط. صح،
نو في الثقافه لازم نتفتحوا على انفسنا وهذا رايي نتحمل مسؤوليته. صح كيما احنا نحبوا الجزائري يشارك في اعمال مصريه ولا سوريه ولا تونسيه لازم ايضا سماح للتونسي ولا المصري ولا السوري باش يشارك في اعمال جزائريه. Absolument. بالعكس هذا يرفد هذا بالعكس تكسب جمهوره وهو يكسب هو يكسب جمهوره وتكون اكتساب خبرات مع بعض. انه كاين تقصير على الممثل الجزائري ممثل جزائري ولا التقني الجزائري ولا من قبل شكون تقصير بلك العرب بلك ما نشوفوش الجزائريين في اعمال صح علاش انا نشوفها كاين تقصير من قبل المنتجين الجزائريين بالك ما على باليش علاش بصح علاش ما يتمش الاستعانه بممثلين جزائري في بزاف اعمال في مصر ولا في سوريا بالك انا نشوفوا من المغرب من تونس نشوفوهم في اعمال عربيه علاش انتم ادرى اهل الاختصاص خويا نعاود انا بيرسونالمون نعاود نقول لك نقطه الانطلاق المشكل في الانتاج مشكل انتاجي محض إلا كان المنتج اللي يجيب دراهم الدولة ويخير يجيب دي زيترونجي اللي غاية في نفس يعقوب باش ما باش ما باش ما نتعداش على ناس بلا ما تكون عندي إثبات اللي غاية في نفس يعقوب يجيب إكس إيكغيك اللي ما عنده حتى قدرة مقارنة بالقدرات اللي عندنا في الجزائر سواء كانت تقنية ولا فنية ولا أدائية ولا اللي هي زيادة على هذا جايب لـ 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 الأموال تاع 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 الدولة تاع الخزينة العمومية هذا أمر مفروغ منه لكن هي طرحت نقطة مهمة هي تقول لك علاش الأعمال اللي في الخارج علاش ما يستعينوش بممثلين جزائريين كما هو الوضع بالنسبة للممثلين التونسيين ولا مغربيين ما صدرناش يعني. ما صدرناش حبيبي ما صدرناش فوالا ما صدرناش ما صنعناش صح ما صنعناش نجوم ما صنعناش ناس نعطيك مثال بسيط تا وين تشوف هذه قلتها بليزيور فوا ونسيب المخرج يغير من الممثل ولا الممثله تاعو العمل تاعك يا محمد سيدي العمل تاعك والمخرج يكسر فيك غريب كيفاش ما صنعناش وما عندناش فما نحبش نقول ما عندناش وما ما صنعناش نجوم ووجوه تمثل الثقافه الجزائريه اللي طل نعطوه صح اللي طل نحشوه نخافوا من نخافوا من القدرات الذكائيه نخافوا من القدرات نخافوا من كلمه النجاح الاخر تخافوا هاد لي ديرنيير زاني العوام اللي فاتت ولينا نخافوا من النجاح نخافوا ناس تنجح نخافوها الوغ كي تنجح حتى انا ما ننظرش صح ما ننظرش كي تنجح بالعكس زياده في انا كي تنجح مي واش ندير نكسرك علاه مانيش عارف انا ما نقدرش نجاوب لك على رغم انه بالعكس نقدروا نتكاثف الجهود وننجحوا لانه وثاني نقطه مهمه اللي كنت قلتيها ملكه انه اليوم المشكل انه ما كانش استمراريه يعني اليوم ولاد الحلال دار بوز كبير النجوم بزاف بانوا لكن دوك هاد النجوم كيتخباو ما نعاودوش نشوفوهم حتى اذا شفناهم شوفهم العام الجاي رمضان الجاي هذا ثاني اليوم كيفاش انت تخلي باش تغري انت الاخر يعيطك يشاركك في اعمال المفروض نجاح بعد اخر نجاح بعد اخر نجاح بعد اخر خلاص انت تولي دائما بارز دائما موجود خلاص كاين هذاك الثراء هو اللي يخليه يلجا لك كما يديروا السوريين احنا عندنا من رمضان لرمضان نظن تاني نرجعوا للانتاج دونك الانسان هاد لابوات ويلكم باغ اكزومبل دارت زوج اعمال في هذا رمضان معناتها دراهم كبيره حطتهم صح في ورد اسود و صح ولاد الحلال وشويه في ولاد الحلال وشويه في بيبيش وبيبيشه ايه وبيبيش وبيبيشه نظن الانسان هذا لازم له وقت باش يعاود يلم روحه باش يعاود يدير بروجي واحد اخر ما عندناش لي سبونسور ما عندناش الناس اللي تمشي في كيما ولاد الحلال باغ اكزومبل او ديبي ما كانش كاين سبونسور معنا وحتى كان زيام جور باش جاهم لي سبونسور وبعد ما جاو لي سبونسور نقدر ناكد لك اليوم في اللي تاريخ اليوم مازال دراهم تاع لي سبونسور ما دخلوش لشركه الانتاج تاع ولاد الحلال كيفاش تحب تكون كاين اعمال على العام الناس الببليك يحب يشوف يقول لك علاش غير في رمضان كاين حتى اللي خدامين معكم مازال ما داوش مستحقات ما عرفتش كيفاش الوضع بالنسبه لكم لكن على بالي كاين ناس مازال ما داوش مستحقاتهم اصلا لانه الوضع صعب ولي سبونسور مازال ما دخلوش دراهم الخطا سياسي حبيبي هنا خطا سياسي صدير كي نقول سياسه ما نروحوش لهذيك الجانب تاع خطا سياسي من الجانب انه ما كانش ميكانيزمات صح تفرض قوانين نسطر تفرض على المتعاملين الاقتصاديين خاصة اللي جايين مستثمرين من الخارج ما كانش ميكانيزم وما كانش قوانين تفرض عليهم يديروا يدهم في جيبهم يحطوا في الثقافة صح ما كانش صح تروح المتعامل الهاتف نقال والمتعامل أي متعامل اقتصادي باش ما نذكروش أسماوات تقول له روح سبونسوريزي هذا ما نجيش ما تسالوش
ما تسالوش، يقول لك لا 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 ما تدخلش روحك. الوغ كو هو ناخذ مثال تاع متعامل هاتف نقال، نقولوا باش ما حتى واحد ما يحس روحو فيزي، متعامل تاع هاتف نقال عنده 5 ملايين ابوني، نحوم ال 5 ملايين هذوك اللي ما يخدموش، اللي الله غالب عليهم ما يفليكسيش تاع لي بي بي ما نحسبوهمش، نحو مليون يبقاو 4 ملايين. 4 ملايين كي نقول لك كل واحد يصرف اورو واحد في النهار، ما كاش اللي ما يصرفش 10000 في النهار في 4 ملايين، تسمى واش عنده؟ عنده 4 مليون دورو بار جور، 4 ملايين اورو في النهار، ضربها في شهر واحد 80 مليار في النهار، 80 مليار سنتيم، 80 مليار سنتيم في النهار. هذا ما تروحش ليه تقول له دير نسبه تخصصها للثقافه، ونسبه خلصها تخصصها للشبيبه، ونسبه ديرها كذا. انت راهو عندك، انت عندك 51% من الشيفر دافير تاعو، راهو عندك انت تفرض عليه واش يدير دونك هذا المتعامل الدرام اللي عنده ما عندوش وين يحطهم هنا، يديهم للخارج. صح هذا هو الخلل، ونتمنى ان شاء الله فوالا نتمناو يراجعوا هذا الخلل. طيب حنا خلينا مستمتعين باللباس تاع ولاد الحلال. طبعا بالنسبه لكل واحد فيكم، بالنسبه لكل واحد فيكم بالك المتعه تاعو كيشوف ردود فعل الناس، كيفاش الناس الفيدباك من عند الناس، كيفاش حبوكم، كيفاش حبوا الادوار. تحسوا هذا الشيء برا مالكه اللي يمكن راكي تمشي برا تحسي زوليخه سما زوليخه كارانتيكا، ورغم انه ما تلفتلهمش هكذاك شويه يشوفوك برا جان في هكذا الله يبارك وفي العمل تباني كبيره. على بالهم، على بالهم بلي دور، على بالهم مي عيطوا لك بالاسم. خالتي زوليخه وين نروح؟ خالتي زوليخه حتى في وجده. خالتي زوليخه. وي صح. ما كانش عندك صعوبه في تقمص الدور تاع مراه كبيره يعني انك وشبتي وبيغي؟ هي ما كانتش مش كبيره بزاف. هي مراه تعبانه بصح بارابور زوليخه كيما اللي راهي قاعده قدامكم اليوم. ماشي كيف كيف. بصح ميم طون وكان دير ملكه يمات زوج نساء كبار سا مارش با، لازم يكون دير لها الشيبي. وسيرتو اليوم حبيت نشكر سعاد تاع الفريق تاعكم اللي دارت لي هذه هكا. الله 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 طفيره راكي جا في تاع السماء اللي كيبلاسيونال مع فالا، قالت لي ندير لك هذا المشطه نشكرها بزاف. راكي جميله وانيقه وكامل كلش. طيب نو نو الدور يعني تعامل ممثل مع دوره فقط. صح بالضبط. طيب نروحوا نشوفوا واش قالوا الناس في دور زوليخا وفي دور خالد، نعاودوا نرجعوا اعطيونا نشوفوا واش قالوا اليوم.
جميل. واش رايك تسمعي كلام الناس هكذا كيفاش تحسي مالك؟ صافي توجور بليزير شو كور. يروح الفنان يحبهم، يحب كي يسمع كي يشوف حب الناس ليه. كل يوم كل يوم نشوفه، كل ما نخرج نشري الخبز نروح نشري الخضرة. الحمد لله الحمد لله نشوف هذا الحب. وين نروحوا في الجزائر؟ سامحي يعطيوك الخضرة المليحة تشري الخبز يعطيوك انت الأولى. لا 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 مليحة مليحة تكون فنانة هايلة لا بلفي. الناس طيبين وين نروحوا مسهلينها علينا، يحبونا من الشرق للغرب من الشمال للجنوب. هذه هي الطاقة تاعنا وهذه هي لاغيشيس تاعنا. اكزاكتلي صح. مصطفى بداو ينساو شوية المجد وكركزوا شوية مع خالد. ما زال يعيطوا لي المجد ما حابين يخدموا معاك دوكا اللي حبت يقول لك نجي نخدم معاك. ما انا لوكازيون وراي لا كاميرا هاي اللي كاين هيك. ما انا راني حاب نخدم مع خالد والله. معول معول بيان سور ديروا كونتاكت مع كاش خالد بيان سور خويا. صعبك اللي خالد كامله مداوهم. لا انا مداوهم ما دخلناش في هذا في الوقت الراهي نخمم مليح باسكو لي خالد كامرة في السيبله. خالد كبيره وديجا لتما والداخل. وي بون ان شاء الله ما يخرجوش. ان شاء الله يا ربي من القلب ندعيو. طيب دوكا راح نروحوا نديروا بوز، نروبوزيو شويه نسمعوا واحد الفاصل موسيقي. عندنا واحد الجروب فرقه شاز جاو باش يمتعونا شويه هكذا موسيقى باسكو ما في نجيبوا دي شونتور اليوم. ما كاش شونتور اليوم عندنا المره قلت مالك قالوا بي تعرف تغني. بعد نديروا لها تيست بعد نديروا لها تيست. روحوا نسمعوا فرقه شاز ابري هذا الجينجل ونعاودوا نرجعوا يلا. Oh,
كل نوض يا شعبي ما راكش ما تغنينا المشاكل فرقة شاز. علاش شاز؟ دوك من بعد تيكي حنعاود نسمعوهم مره واحده اخرى ونحكيو معاهم ونشوفوا علاش شاز. دوكا نرجعوا قبل من شاز نرجعوا لزانفيتي تاوعي. دوكا القصره كانت شويه ثقيله، دوكا راح نروحوا واحد القصره ثقيله فيفا السكر. ماشي يا ضرب فيفا السكر. اسمع هذه 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 عبك حاجه تتشرف بها. نقول لك علاش مصطفى ثقيله؟ باسكو انتوما دي زانفيتي ثقال يا خي. لا لا ثقال ماشي زدت 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 جاك حلعناها صحيح صحيح حنا ثقال. انتوما ضيوف تاع وزن ما تبالك واش راك تقول. عرفت سوي نخمم سوي نخمم. لا خممت لها انتوما. لا لا ما شاء الله بكل 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 صراحه، لانه الكلام اللي نحكي معكم بالك ما نحكيش مع كل الضيوف، لانكم انتوما بفضل التجربه تاعكم واللونسيانتي اللي عندكم انتوما اجدر انه تحكيوا في هذه النقاط. على بالك كان لازم نحطوا بعض النقاط وبعض الاسئله نطرحوها، لكن ما كانش مشكل خويا مصطفى. دوك انا نحلك الواحد الفقره. شوف على بالي بلي انت تحبها وحبيتها لا سيزون اللي فاتت، بصح وشنو هاد المرة شغل خلاص دوك تاع حبيبي وكذا. دوكا لازم نرحبوا بالضيفة تاعنا هي الأولى. دوكا تسمى لازم كيما أنت عرقت معايا في لاسيزون اللي فاتت دوكا دالت يا أخي. راح نروحوا لواحد الفقرة. شوف عطيوني جينجل سامي جينجل بحب بحب هكذا باسكو راح نقولوا عطيوني جينجل بين وبين بين وبين. خاصني عيطك على جال هذه صح؟ لا من أه بين وبين صار بنزوج. دوك نحكي لك قول لي الصح واش خيرت كي عيط لك؟ انا ما خيرش. اه قال لك خير السحيري ولا ولا انت انت واش قلت؟ انا قلت له خلي يوسف. قلت له خلي يوسف. هو سمع لك الكلام وخلى يوسف. هيا راهو راهو صادق صح. عليك احنا نحبوك ونقدروك ونعزوك ولازم نرحبوا بك افضل ترحاب. شكرا. وهذا هو افضل ترحاب. واش راح نديروا؟ سهلا نعطيو لك دو فوتو. تاع زوج ما نحبش انا كاع هاد تاع زوج لي زارتيست يلعبوا معاك في ولاد الحلال. هكذا وتقولي لي شكون اللي تشوفيها باللي تقمصت الدور تاعها في العمل بشكل افضل. معناش نقولوا شكون الافضل فيهم ولا شكون الممثله الافضل، لا لا هاد المقارنه ما تندارش اصلا، واذا دارت تندار في شكل اون بريفي صح. هنايا نحكيو شكون اللي تقمص الدور تاعو في ولاد الحلال بشكل افضل. داكور. وكل ما تخيري واحد من هذوك الزوج لي ما تخيريش يروح ويطلع واحد اخر في بلاصتو. شتي شحال سهله شتي؟ صعبه. هذا تعبير عن حبي لك. داكور وجده؟ اعطيونا اول صورتين في بين وبين. موني بوعلام واكرام تشيلا. مصطفى دار اكسالك اكسالك اليوم مصطفى كلا باس. شكون تشوفيها تقمصت الدور تاعها بشكل افضل؟ ما نهدرش ما نهدرش. تقدر تقدر تعاونها تزيد تحصلها خذ راحتك. موني جيفك موني جيفك حبيبتي موني موني. طبعا احنا برك بين قوسين سمحي لي باش نوضحوا برك احنا كل الممثلين يعني ندير صورهم نقدرهم ونحترموهم وما عندنا شك في موهبتهم. هذه مجرد ربريك باش تكون القصرة خفيفة وباش نعطيو كما نقول لك روح مريحة للبرنامج وفقط، وإنما أكيد كل ممثل شارك في العمل احنا نقدره ونحترمه. تفضل. وما نقدرش نقول على فكرة حصلتني تلفت لك تلفت لي ما كاش مشكلة. شوف الناس كامل باش باسكو اللي راح ينشف دوك هذا نديه من بعد. ما كاش مشكل ماشي خساره فيك. اها انا نحيي كامل الممثلين اللي كانوا في ولاد الحلال، كل واحد مد واش يقدر ولا اكثر. موني ممثله نحبها، خريجه المعهد
نحييها على شيء، لانه منيف في ولاد الحلال حتى الدور ما كانش فيه مساحه كبيره، ما صحيح. كانش يعني نشوفوها في الحانوت تاعها ولا راهي عندي في الدار ولا صحيح. كانت قادره لو كان كانت في الكتابه كانت مساحه اكبر. رغم كل هذا الشيء قبلت. تحسب لي ظلمت في العمل؟ كانت حابه تخدم، كانت حابه تكون عندها كيما احنا كامل كيما اي فنان. كيما اي فنان صح. وقبلت نظن الفنان لما يقبل معناتها راح يدي مسؤوليه وتحدي نفسه هو صح. انه يقبل هذا الدور الصغير ويحط فيه كل ما طيب. يقدر على العين والراس ورايك في منيبه ونحترمها ونحترمها قديره وتشيلا عندك راي فيها بيناتهم تشيلا تشيلا دارت ايفور كاول تجربه لي كاول تجربه وصحيلي المخرج خدم معها يعني نحترم المخرج اللي يشتغل مع الممثل صح. وبيناتهم شكون تشوف فيها تقمص الدور بشكل افضل لحظه الحقيقه دوكا اعطيني اسم اعطيني اسم اعطيني اسم ديرها هكا كل سسبنس هذيك تقلق هذيك سسبنس صح زيد لها وحده زيد لها وحده زيد لها وحده لا السؤال شكون اللي ادت احسن شكون تقمصت الشخصيه بدا بشكل افضل في العمل هذاك هذا التور الاول مازال ما عندك مازال خمسه صور جايين اه دوك نقعدوا هنا حتى تخلص الساعه لا لا ما على بالي بلي شاطره وخفيف ظريف يلا اختاري لا لا رايي رايي عاونها تقدر تعاونها رايي هو رايي في هذا العمل عادي سي كلير كو منيا فيها اه وي شلا نتمنى لها كل توفيق بالتوفيق واعمال اخرى لكن ان شاء الله. تقعد موني قعد موني وعلى بالي شلا ما تزعفش نفضل موني تقعد موني بو علام أوفا وبين موني بو علام ومريم عميار وحطيتوا لي غير اللي نحبهم اللي عجبهم على بالي كم تحبيهم لعبوا معاكم قعدتوا 10 ولا 4 شهور ولا 5 شهور سي نورمال شو الغزره يا مهينك الغزره كيفاش دايره شوفي مليكة موني عباك شي تقول لك شوفي ما تخيرينيش موني حبيبتي موني كي حبيبتك اللي ما تزعفش مريم 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 انا اون سيكونس كنا في دارهم وكانت واقفة عند الحيط كنا مازال ما بديناش كانت تركز ولفتت انتباهي عجبتني بزاف طاقة مليحة بزاف هذه الطفلة تقمص الدور بشكل جيد؟ وي تختاريها هي؟ نقدر نحييها تحية كبيرة لمريم سنة مازال ما خير مازال ما خير عجبتني بزاف في ولاد الحلال مريم كاين ممثلين كانت عندهم لا شونس في وسط ممثلين واحد اخرين اللي بالك عاونوهم ولا مي مريم نقولها تحيه خاصه من تحية عندي كبيرة ليها. عجبتني بزاف ونتمنى لها كل التوفيق وبيناتهم شكون تخيري موني تقعد موني بو علام يا خايفه موني موني وبين موني بو علام وبين موني بو علام ومريم مو كبير مرزاقه وغير من عند الباب قاعد يعس بالك جونسي جامت عندنا تخيريها مريم تاني مليحه ومازال الطريق قدامها اختار موني تقعد موني بو علام وبين موني بو علام و ومصطفى العريبي لا مصطفى العريبي خاط يعني موجد له حاجه سبيسيال معليش بين مصطفى العريبي فاطم الزهره حسناوي تبني نحبك اوه بزاف زدنا وحده زدنا وحده زيد لها وحده زيد لها وحده اعطيها لي اعطيها لي اعطيها لي هذيك سلفها لي وبعد هذيك نرجعها لك نعم ها ها جبتها هنا ستريس جحت لعندك خيري او لا لا وتقولي شو دليله ثاني بنتي هنا ها دليله من بعد من بعد ما تسال نو سي دور هكذا من بعد سال الدليله بعدين نشوفوها خيري
هيا انا قريب من عيال ما نعرفش كما هما. خير هيا خلي نحبها بزاف الممثله هذه. لكن تقعد موني تقعد موني تقعد موني بوعلام. صح وبين موني بوعلام وسهيلة معلم. قلع قلع هذه عمك لازم ديريك هكذا بصح انا ندخل معاه زيد. استنى لو كان نقول لكم سهيلة معلم تقولي باسكو بنتك ياك. لا لا خيري بنتك لي بنتك غالب بنتك وسيتي بنتك ايه واعرانا صح سهيلة. سهيلة معلم. وبين سهيلة معلم وهيفا رحيم. صعبت صعبت يا مصطفى. اسمعي مصطفى راه يستشفى او يستشفى او يستشفى فيك او يستشفى فيك باسكو ماهوش في هذا الموقف. لا لا وانت ثاني مبارك خليها بيناتنا هو فاني يدير شغل هكذا تقريبا تشبه لها تشبه لها بيناتنا. واعره واعره هيفا كتجربه اولى لها في الدراما نحييها نحيوها هيفا. تحيه كبيره لهيفا رحيم. انسانه حساسه وادت الدور بشكل جيد ورائعه وما كاش مشكل بيناتهم. شكون خيري؟ المازوزيه سهيله. سهيله معلم. لا فينال لا فينال بين سهيله معلم ايمان نويل. انا انا هذه اسمع يا مصطفى انني رايحه سير مو نروحوا للدار. انا والله ما تصرا ولا غلط بعدي ما جينا نجيبك بالسيف بعد التحدي. خذي راحتك واعره كثر خيركم. شاوري مصطفى مصطفى انت في بلاصتك شكون تخيل؟ لحق وكان يدير هاك هاي هنا نو سيريوزمون ديجا ديجا راهي سهيلة محقورة باسكو درتو لها فوتو تاع البيرسوناج والاخرين كاع درتو لها فوتو تاع كلاس تاع المهرجان في هذه ندي سهيلة انايا تمشي معاه؟ انا لما بيناتهم ما كاش وحدة احسن كل وحدة ادت دورها على اتم ال جيت نسلكك ما حبيتيش والو لا ماذا بيا نخلوه كيما هكا في زوج هكذا نكملوا هكذا نكملوا يلا معليش يلا لا فينا خلاص هكذا صح دوكا شدي تشوفي انت يا اللي كان يستشفى فيك واش دير روحك معاه؟ والله ما كنت نستشفى والله هي درناها بين وبين ستيدي اكيد فيبري ماشي هي فيبري فوالا صح خويا مصطفى دوكا دالتك هي درناها بين وبين انت ما حشديرك بين وبين ديرليش بين وبين مي راح ندير لك حاجه اجمل من بين وبين صار هكا يا هشام لا لا اجملت ما اصعب ما يحشمش دوك تشوفي دوك جربوا تشوفي اجمل علاش راك داير هكذا شنو يهضر هذا او قص معاك بيبليك مصطفى مصطفى دور ليا دور ليا روح لي هنا وجيت لك شوف واحد لا روبريك بزاف سبيسيال الشاب اللي كعطيوني جينجل صوره وتعليق شوف لي ما حنعطيك بليزيور فوتو عطوني عطوني شوف الصوره ماشي ميهوبي برك يا اخي لا لا ميهوبي خلاص راح سي بون الله يذكروا على ايوا بزاف ما يهمش ها ولاد الحلال توجور كاع صح ايوا راك تشوف هادو كامل بون سحيري سحيري جو ليكيب كامله هنا شوف راك تشوف هادو انا حنعطيك صفه وقول لي شكون صاحبها سهلة هادي مش كيما تاعي انا معليش اسمعي واعطينا تشوفي اذا سهلة ولا صعبة صح شكون هو الأكثر التزاما من بين هادو كامل؟ ما كاع ملتزمين شفتي كيفاش قلت لك الأكثر التزاما؟ نو نعطي لك أكثر التزام من هي تقول لك كامل تقمصوا الدور مليح لازم تخير أعطيني اسم أكثر التزام. سهيلة معلم. سهيلة. سهيلة معلم الأكثر التزاما.
وشكون اللي يحفظ سيناريو مليح؟ واسمو امين. امين بابيلون. برضو امين. الو حافظوا باركر ميم هذوك لي رمارك حافظوا فاصل داخلي داخلي خارجي حافظوا حافظوا سيكونس 351 داخلي فاصل كاع حافظ كلش حافظ نهاية الحلقة كلش كلش. طيب شكون اللي يخرج على السيناريو؟ يخرج على السيناريو حتى يكون في بلاستيك. نو نو حتى واحد ما كان يخرج على السيناريو بولا دفرا هكذا ولو شوية هكذا. نو يرتجل كاش جملة كاش ردة فعل كاش. يوسف. يوسف سحيري. وي. يوسف سحيري. شكون فيهم اللي كان يبكي بسهولة؟ شفنا بالدرزة. خساني خساني خساني. شكون اللي كان يضحككم في الكواليس؟ جريو. جريو. خساني وتجريو. خساني جريو. شكون فيهم اللي يحب يسقسي بزاف ويحب يتعلم؟ جون هبلكم كل شيء يجي يسقسي ويحب يتعلم. وكبير. مريم. مريم وكبير. وشكون فيهم اللي تقمص شخصية بشكل مثالي؟ مرزاق. مرزاق. شفتي كيفاش خفيف ظريف؟ بينو بين عبك شتي قعدت انت في هذوك اربع ساعات عبك وشحال كملها؟ انا قلت لي بين هذه وهذه وحطيتهم كامل وخيرتهم. لا لا درتو بينو بين في جمع الموسم الماضي كملها في 30 سكوند. ما نحكش نسقسيه. ودرت له صوره وتعليق وهضر عليهم كامل وهضر على ميهم. ما نحشمش ما نحشمش. ما نحشمش. صح. طيب باش تروبوزي شويه بينو بينو تروبوزي انت صوره تعليق. عندنا دوك احنا في البرنامج دائما نمدوا الفرصه دي جان باش يجوا يغنوا. السلام عليكم. البيبليك مقصرين. البيبليك خالتي. مين داك نعطيهم فرصه باش يجوا يغنوا باش يبينوا المواهب تاعهم وفي هذه النسخه ما بيناتنا لايت ولينا نحبوا نعطيهم فرصه دي جان اللي يحبوا يضحكوا الناس وعندهم القدره ويديروا دي ستاند اب. الو اليوم عطينا الفرصه لواحد الجان اللي شفناه باللي ناشط وعنده دي ستاند اب هكذا في اليوتيوب حتى برا ينشط. الو راح نشوفوا دوكا اسمه هو نسمي روحو جلال شو ياك يلا تصفيقة وروحو نستقبلو جلال. أعطينا واحدة على الراسي هاك شاوي قصبة شوية تولي مريق دي ناس نلعب بوندو ديما أنا. هاي هاي يعطيكم الصحة برافو يعطيكم الصحة. حتى نجي أنا وبا يتحركوا لا نزولي خا ما حركتش يخرج من لاكراس صحيت على سلامتك المعرفة خرج قبل ساك جوي سبحان الله. بون السلام عليكم مرحبا بي عندكم ومرحبا بكم كاع في ما بيناتنا شو مدام لابسه لالجيري تسمى نحكيو على لالجيري حنا شويه ديروا مرات شويه سوايع حوايج بيزار بار اكزومبل ممكن الحاج مصطفى صرات لك تتلف لك وما تعرفش بلاصه رايح ليها الطريق والجزائري لا سقسيتو تولي تتمنى تعرف جمله مفيده يا عربيه يا فرنسي. شوف شت الطريق هذه روح ديريكت ما الدور شت الدوره الاولى لا لا الدوره الثانيه لا لا هك جبتها دور ادروات سبحان الله. بون لي زاريت بيس القاوري ما يهدرش معاك ما يهدرش ولا كنت معرفه قادر يقول لك لو تفضل ما نعرفش تفضل الفرنسي سامحوني احنا خاصها غير تبريح تولي شونسون باب الواد باب الواد باب الواد يا بسيطة يا بسيطة ارجع مام حنايا الابراج القاوري عنده برج ايفل برج بيزا دبي وناضوا يحشروا فيهم برج خليفة احنا عندنا برج كيفان برج كيفان برج حيو برج كيفان بس ما عندكمش ابراج ابراج ملكه ما عندكمش عندنا عندنا برج دلاع انتم هذه
المشكلة أنه الناس كامل عندها نيوفة تشم بيهم. هنا أنا في مكثرة كبيرة نشم به ونسمع به. هذه هي الإشكالية. لورجو عبك باللي كنت قادر نكون نجم المباريات، نجم الهدافين أكثر من ميسي ورونالدو. طول طايح في التسلل يدخل قبلي، ديجا كي جيت ما بيناتنا شو ديجا هو اللي يلعب معاك، جبت الفان تاعي ومعايا. عطيني نصيحة ماني فيها. واحد المرة وقف. احنا المرأة الجزائرية، وتحية للمرأة الجزائرية، مش كيف كيف مع القورية، هذه متفاهمين معها رغم احنا اقوى واجدر وكل شيء. القورية كتسمع حاجات تشمئز منها. اه نو او قادر بلي كريماس برك. احنا كان ما تعطيكش وحدة خاثرة اصلا مرة وقف نشم في وحدة تهدر مع صاحبتها، قلت لها اخ شتي هي اخ كي لحقت ليها لقيتها تاكل في الزيكومار تقول في اخ زيكومار تاع بكري، قلتها الزيك تاع الزيكومار، قلت لها اعطينا لوبسي وتاكلي في الزيكومار واخ في زوج. هيا جيت نقول لها السلام عليكم، قلت لها اخ خم عليكم روح. واش عندي وعلى بالكم باللي راح تصرى، يعني كنظرة استشرافية بعد واحد 50 سنة 40 سنة فما فوق ظاهرة غريبة. دروك بكري احنا عندنا دروك مصطفى اسم رجلك تقول الحاج مصطفى نورمال، عمار، ميليسا، هيثم، لؤي. غدوة بعد 50 سنة يا القافل الحاج لؤي عمي مهند وربي بقى استر على الحاج جميلي صح ما عرفت حس والله. يعطيكم الصحة، إن شاء الله كنت خفيف ظل عليكم، نتمنى توفيق. برافو برافو برافو، يعطيك الصحة جلال. اقعد اقعد جلال، يعطيك الصحة يعطيك الصحة جلال، مرحبا بك. بيك زيد الله يستر. داك دير دي شو جلال، شو منين جلال شو هادي؟ بس كان سبيسيال فلوشو اختار. أيوة. توجور وراك تخدم شويه؟ لاباس الحمد لله. من بكري عندك هاد الموهبه ولا ريسامون؟ من بكري مع المسرح، كابن مسرح القسنطيني تسمى طول مع لوشو، منا كنت مع المسرح الجماعي، ومن بعد بلا فوق ولا زوخ لقيت روحي مع الفقيره المايله هذه نخدم وحدي خير. يا خويا كل توفيق. ان شاء الله. كل توفيق. الله يجزيك. شرفتنا ونورتنا، تصفيقه كبيره لجلال. صحة، أعطيوني جينجل ونروحوا جاوب ولا شرب. مرحبا بكم أجدي المشاهدين، ولحقنا الفقرة اللي على بالي لي زانفيتي تاعي يحبوها. مصطفى راه ملي هيك راهو يستنى بفارغ الصبر وبكل حب وقتاش يجي هنا باش يجي يشرب سبونس وربي يعلم. بصح تفيقة كبيرة كبيرة كبيرة، مصطفى العريبي وملكة بالبيت فضلوا. مصطفى من هنا، ملكة من هنا. مرحبا 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 هنايا، مرحبا. لا لا منا 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 هكذا تقابلوا. صح بون، باش هذا الماء هذا ماشي هو الاول. لا لا ماشي هو الاول، لا اشرب خذ راحتك. هذا باش كي تشرب هذا تشرب مو هذا. هذا واش فيه ليكيب الاول؟ فيه الحليب، هذا فيه حليب بالملح، حليب بالملح، حليب بالملح، حاجه سامبل. دوزيام فيه خل، سي سا. دوزيام فيه الخل. تروازيام قهوه حليب، واش فيها؟ الملح. كريم بالملح، كريم بيان نوار بالملح. صح اللي فيه واش يقول؟ احنا نعطيكم لا ميم كيستيون، اذا واحد فيكم حب يجاوب هو الاول يقول لي انا نجاوب والاخر يشرب. اذا تفهمتوا للزوج ما تجاوبوش هو يشرب. اذا جيت ديسيتوا للزوج اذا تجاوبين نشرب. اه ولا ما نجاوبش تشرب. لا لا تشربي انت. تشربي انا اذا ما علي لك انت. نشرب بالله نشرب ديالها وديالي مالي. لا تفيقه كبيره خويا. خويا صح اصلا قبل ما نعطيك ليك هاك تشوف قريت لا كيسيون تاعك. لي تواليت ام ليبري يا غير. لا لا قلب قلب هكذا هكذا تقرا لك. هاي لك. كي غنشوفوا لا كيسيون تاعك نعطيك ليك. شوفي شربي شربي. ما كان لا ميم لا ميم كيسيون. لا ميم كيسيون. اصبر كي تحب تجاوب. لا لا ما نحبش. نو ما تحبيش والو. ما نحبش نجاوب. بصحتكم شويه برك شويه.
تفضلي 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 تفضلي. شربتي؟ قول والله تعال الاحتيال هذاك ليك عند زليخة. دقت ما دقتش والله غير هنا دقت. دقت هنا اشرب شويه والله غير سيبك اشرب شويه اشرب شويه اشرب شويه اشرب شويه 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 شويه. شكون يقدر يشرب في بلاستي؟ عم ببريك شوف ينوض واحد يشرب الكاس كامل كيما عفية. كاس كامل نص كاس هيا نص كاس ما كاش لا يمر اشربي حليب بالملح. لا 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 ملح بالحليب ماشي حليب بالملح. هذا ملح فيه شويه. شكون يجي يفديها يشرب؟ هروح هروح صفقوا له راه جاي يشرب بلاصتها. مصطفى ما تلقى حتى واحد يفديك. اروح اروح تشوف لنا شوفوا الكوراج بريباري روحك. ما تشربش كامل دير غير ذوق شويه حليب بالملح ملح بالحليب خو. اي خلاص وشنو هكذا شرب زعما؟ هكذا شرب زعما؟ انا شفته ايه صفقوا له معلش شوف داري معليش هذه الاولى راحت دوكا الدوزيام في راك حتشرب ولا حتجاوب مصطفى؟ هذه الدوزيام لا لا هذيك الدوزيام عندي هذيك الاولى حتشرب ولا حتجاوب زعما؟ ما نش عارف واش رايك تحتشرب ولا حتجاوبي؟ راح يشرب راح يشرب هو اياكم شكون اللي خرج؟ هذا يوسف في السر. اوه هذه نورمال تجاوبي عليها واسم ديريكت مصطفى نقدر نقول لي دو لا لا تخيري لي دو تخيري هذا ولا هذا بصحته صافا لاباس ضرب الماء ضرب الماء ضرب الماء وشنو هذا؟ خل تفاح مفيد للصحة بالماء ولا وحده؟ بالملح بالملح الملح الملح بالخل ثاني الملح في الخل باسكو علاش دوك تي سكر جبنا لك الملح تخرجي بالكالسيوم من هنا جربي الماء وش ندير لك؟ يعجبوني لي كيسيون تاعي الله غالب الله غالب لا صح شوف شو هذه لا لا اشرب هيا خلاص لا استنى اقرا اقرا قبل اقرا وسؤال واضح سؤال واضح عيب هاد الكلام اسيدي جاوب شربي لا لا تستنى شو تجاوب تجاوب هايلي 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 ها تفضل اقرا السؤال انت ما تشربيش ايه جاوب لا تشربي سلكنا هو ما يشرب راني معاه اسيدي معاه في ريبونس تاعو واش راح يقول راني معاه اي روح ما نشربش تفضل ايه شكون اقرا السؤال من سؤال السؤال شكون في رايك اسوأ في التمثيل مريم وكبير ولا امين امين اشرب اشرب امين نشرب امين هي لما مو كارهه انت تشربي لا لا مش انا معاها انا اللي نقول ايه انا موافقه امين امين ما شفت واش يدير فيهم الشريب صفيقه كبيره ملكه بالباي مصطفى العريبي ادوا لي كيسيون تاعكم معاكم سوفيني تفضلوا ديروا كيسيون تاع الباب
عودوا للتفيقة. صح صبرت ندني وهذا هنا. هذا واش يسحق التفيقة؟ هذا ما كان. برافو! هذا ما كان. برافو! شاز. وي سي لو جروب شاز. عندك معنا لو غيتاريست إلياس شايب واللي مثانيك معنا. صفقوا لهم صفقوا لهم. ماشي كاع الجروب راه هنا. ماشي كاع الجروب. الجروب شحال فيه هو؟ ألوغ يا كاين لو جروب دو باز. فيه 4 بيرسون. عندك دو غيتار ان ساكسو و ان كاخون هو الجروب كيكون زعما معمر هكذا اوركاست كاين 23 الله يبارك مزيه ما جبتهمش كامل اليوم اوروزمون اوروزمون شكون 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 فيهم بعدي بني ارتيست الله يبارك الله صفقوا له صفقوا له وليم وليم انت اسمك شازيل شازيل وليم في جروب شاز صح في الاول شاز سي كوا المنوال تفرحك في التصاور شاز سي سي اون فيزيوني لو شابي افيك لو افيك لو جاز لو جاز افيك لو شاز داكو بصح شازيل انت اسمك وي سي بارابور ا مون برينو اوسي داكو واش معناتها شازيل شازيل سي هو اسم فارسي معناتها الامير الشجاع الامير الشجاع تصفيقه كبيره الامير الشجاع وصافاك شنو كنا نديرو حفله دي تورني ولا طاروك الميكروفون حق روك راكم تسمعوا فيه من عندي ولا كيفاه نورمالمون نسمعوا صافا هيا روح قول لي هيا قول لي كاش حفلات كاش خرجات كاش بيان سور اون بريبار دايور دي نوفو تيتر تسمى اون فا كومونسي دون لي تروك اون فا كومونسي سبيسيالمون دون لا فيزيون جونغ كو سو سوا دي كوفر كو سو سوا دي ريبريز كو سو سوا جونغ كامل لي ستيل دو ميوزيك اون فو فيزيوني سا اون فو كريي ان تروك جونغ الغنيه اللي سمعناها الاولى انتم كتبتوها؟ وي سي اكزاكتومون سبيسيال حراك سبيسيال حراك شباب صح جا فورا صح لي زارتيست تاعنا واش رايك ملكة بصراحة بالشي اللي سمعتيه وشي اللي شفتيه؟ جو سوي فيير والله العظيم هكا انا نحب ولادنا هكا كيكون كاين وعي ديجا لا بروميير شونسون وعي عند الشباب الجزائري درك في الوقت اللي رانا فيه المرحله اللي رانا نفوتوا منها وما شاء الله لا فوا لا ميتريز الحمد لله نقول انا شوفي ارتيست ارتيست ما كاين نتفائلوا خير ان شاء الله ربي يوفقكم ما شاء الله عليك على لابور يحفظك من العين مصطفى واش قالت ملكة اكزاكتومون تحس اون فيغتي بون لي ارتيست لا يبارك تو لوركستر صح تحس بلا جونيس كي نشوف هكا اللي نقول لو بروشان بريزيدون لازم يكون عمرو 45 سنة صح هذه هي اخويا صح صح يعطيكم الصحة تحية كبيرة لكم تحية لباقي الفرقة اللي مش حاضرة معنا وتحية أيضا للأوركسترا تاعنا بقيادة مايسترو سامي سا
صافا مشاو معاكم تفاهمتوا بيان يا طري بيان. تحيه كبيره لكم، نتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله ونعاودوا نشوفكم في بلاطو ما بيناتنا. تصفيقه كبيره لفرقه تشاز، ميرسي. صحه ولاد الحلال، جاز راح كذا، دوكا نستناو حاجه جديد. مليكة كاش ما كاينه حاجه راهي في الطريق نستناوها؟ انا توحشت الخشبه، عندي عمل مسرحي ان سبيكتاكل، ان شاء الله نلقاو تمويل باش انا حابه ندير فن، حابه ندير حاجه انا مقتنعه بها وحبتها، دونك ان شاء الله يعاونونا ونلقاو الناس اللي يوقفوا معك ويامنوا بهذا العمل ان شاء الله. نتمنى لك كل التوفيق هنا. والدراما السينما مازال ماهيش باينه؟ كاين كاين مشاريع هكا هضره. ولاد الحلال دو يعني متوقع انه يكون فيها ان شاء الله؟ انا ما نظنش، مي بون ما على باليش. علاش ما نظنش؟ لانه هي جينيرالمون العمل كيكون فيه اثنين وثلاثه ويكون من الاول مخمين له باش ونظن ولاد الحلال في الاول كان تكتب باش يكون واحد دونك تبان لي تكون صعبه بزاف باش يكون اثنين. طيب نتمنى لك حنايا على كل حال كل التوفيق على خشبه المسرح في السينما في الدراما، ونحبك توعديني قبل ما نختموا باللي بدايه الموسم الجاي تقبلي دعوتي باش نكرمك كما كرمت مصطفى وكامل الضيوف اللي جازوا معايا، لانه اعتقد باللي اليوم حكينا على ولاد الحلال وقصرنا على بعض الاعمال، لكن انا نتمنى نحكي على المسار الفني تاعك، على المسيره المهنيه تاعك، لانه اعتقد باللي فيها بزاف حاجات مهمه، ونحكي على الاعمال اللي خدمتيهم واللي جستي فيهم. الوغ توعديني بشرط نحي علينا هذوك الكيسان ما كاش جاوب ولا شرب، ما كاش مشكل نحي ولا جاوب ما كاش مشكل. يعطيك الصحة، شرفتيني ونورتيني وفرحت بك بزاف بزاف بزاف. احنا اللي متشرفين بك هشام، ربي يحفظك والله يكثر من امثالك، ربي يحفظك ومن امثالك ان شاء الله. ان شاء الله ربي يحفظك. مصطفى شوف شنو يخزر فيها مصطفى، ما قري يخلي لك التقليد. لا لا التقليد ثاني نحي كلش، نحي لي كاع هذاك التقليد كاع هذوك المشاكل كامل. وبين وبين لا واعر ثاني لا شو حاجه واحده اخرى خلاص نكري لك دير بريك سبيسيال ليك تستاهل. نعم بيان سور. مصطفى ميرسي. كاين اعمال جايه ان شاء الله زياده على المشروع اللي هضرت عليه مليكه؟ راني متواجد في مسرح الجزائر الوسطى، راني نشط ما في المجال المسرحي، اون اتوندون ان شاء الله دي جور ميور، اون اتوندون دي بروجي واحد اخرين ان شاء الله. ولاد الحلال متفائل انه يكون موسم ثاني؟ ممكن، بصح كيما تحدثنا مع ناس من قبل، إلا فيه جزء ثاني لابد العمل يبدا من درك من الآن. صح، خاطر كيما قالت مليكة في الانيسيالمون ما تكتبش بور دو بارتي، مي سيل فو فير اون دوزيام بارتي سي ميتنون كيل فو كومونسي. صح فوالا، نتفائلوا ان شاء الله خير ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله عمر ليك ولما بيناتنا ان شاء الله وقناه الشروق. ربي يحفظك سي مصطفى وخلي الفيبريك. تحية للتبليك، تحية للأورتاس، تحية لفرقة شاز واللي يشرب في مكان، وتحية للشاب اللي يشرب في مكان السيدة مليكة، وتحية لكم مشاهدينا اللي تبعتونا. إن شاء الله كنا خفاف على قلوبكم، على باب اللي استمتعتوا، اللي متأكد بمتابعة الديفا مليكة بالباي والسيد الرائع مصطفى العريبي. إن شاء الله يكون عجبكم الحال معنا، نقول لكم استناونا الأسبوع القادم في عدد جديد مع ضيوف جداد وفقرات جديدة إن شاء الله. إلى ذلك الحين نقول لكم قال خير، قال خير، نزيدوا شوية؟ لا خلاص خلاص الوقت. سلام سلام.